استراتيجيات الإنقاذ، إنقاذ النفس من الشيطان. ما هي السبل السريعة التي بمثابة رؤوس أقلام تكون وصفة إنقاذ عاجلة لنخفف من أسر الشيطان لنا؟ الخطوة الأولى: لا تقترب من المعصية. أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، لا تختبر نفسك في الاقتراب من المعصية. لا تقترب استجابة لصديق سوء أو استكشاف أو بحث عن مجهول، لا تختبر نفسك. الخطوة الثانية في وصفة الإنقاذ: استحضر نتائج المعصية السيئة. الخطوة الثالثة في وصفة الإنقاذ: لا تصر. إذا وقعت في معصية لا تصر عليها. الخطوة الرابعة في وصفة الإنقاذ: لا تجاهر. وقعت في معصية لا تجاهر، لا تكن موظفا في شركة إبليس. الخطوة الخامسة: إذا أسأت فأحسن، أدمن التوبة. إذا أدمنت الذنب سترت نفسك، أدمن التوبة، أدمن الاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بحسن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيكم بأن تؤمنوا بكتاب الله كما أمر الله عز وجل. اليوم إن شاء الله تعالى في دقائق معدودة نتحدث عن أمر مهم، وقد لاحظتم أني اختصرت جدا في المقدمات بسبب وفاة عندنا، نسأل الله أن يرحم الجميع. لكن الحديث الذي أريد أن أحدث نفسي به أولا ومن حضر، حديث يبدأ من هناك، من عالم الغيب. عالم الغيب حيث خلق الله أبانا آدم. حديث يبدأ من عالم الغيب حيث أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم. حديث يبدأ من عالم الغيب حيث خلق الله عز وجل الملائكة والجن قبل أن يخلق آدم. حديث يبدأ من هناك، من عالم الغيب، حيث وقعت أول معصيتين تتعلقان بهذا الكون: معصية آدم ومعصية إبليس. أي المعصيتين وقعت أولا؟ معصية من؟ إبليس. لن نتحدث عن أسبابها ونتائجها التفصيلية. والمعصية الثانية معصية آدم، أيضا لن نتحدث عن أسبابها ونتائجها التفصيلية. سيأتي إن شاء الله مستعينين بالله خطب طويلة حول قصة البشرية الكاملة التي يعني ضغطها القرآن في قصة آدم وإبليس. سيأتي خطب طويلة عن هذا الأمر، لكني اليوم أتحدث بشيء من السرعة حول النتائج الإجمالية التي ترتبت على هاتين المعصيتين. النتيجة الإجمالية: خرج الجميع من الجنة، هبطوا جميعا بعضهم لبعض عدو، نزل الجميع هنا
إلى عالم الشهادة. نزل آدم وحواء ونزل إبليس، صار لآدم ذرية وصار لإبليس ذرية. النزول إلى الأرض إلى عالم الشهادة هو الفصل الأخير في قصة آدم والشيطان، لا، إنه الفصل الأول في عالم الشهادة، لكنه فصل يطول ويتكرر. سيعود آدم وحواء إلى الجنة، لكن أكثر ذرية آدم سيرجعون إلى النار. وهذا هو الأمر الذي أردت الحديث فيه اليوم. أكثر بني آدم الموجودون هنا في عالم الشهادة أكثرهم سيعودون إلى النار. عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فلقي في السماء الأولى أباه آدم، عن يمينه أسودة مجموعات، وعن يساره أسودة مجموعات. إذا نظر إلى اليمين ضحك كما في صحيح البخاري، وإذا نظر إلى اليسار بكى. هؤلاء ذريته الذين يدخلون النار، يبكي من أجلهم. أنت لماذا لا تدخل مع آدم الجنة؟ نسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة. ما السبب؟ السبب إبليس. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حديث اليوم باختصار شديد حتى لا أطيل، نريد ما يعبر عنه في مثل هذه الأعصار باستراتيجيات الإنقاذ، إنقاذ النفس من الشيطان. ما هي السبل السريعة التي بمثابة رؤوس أقلام تكون وصفة إنقاذ عاجلة لنخفف من أسر الشيطان لنا؟ كيف تسلم من أسر الشيطان في وصفة سريعة، حتى نفصل ذلك في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. أنا لماذا أقول وصفة سريعة؟ نحن نعيش زمنا الصوت الأعلى فيه للأسف الشديد للشيطان، وسائله، أسباب غواياته أصبحت معنا على مدار الساعة. هذا الجهاز الذي أحمله وتحمله على قائمة وسائل الشيطان في الإفساد. كم من شخص وهو داخل المسجد تردد يخليه طيران ولا يخليه صامت؟ طب أنا هخليه طيران، طب افرض حد رن علي، طب أنا عاوز أعرف إيه الإشكال لو قفلته ساعتين وما عرفتش مين اللي رن عليك؟ إيه الإشكال؟ كم من شخص ظل متمسكا به حتى هو يصعد على سلم المسجد يتابع ويقلب؟ كم من شخص يستعجل الصلاة وقبل الأذكار يفتح يرى ماذا حدث وقت الصلاة؟ كم من شخص تراه في الشارع يمشي يكاد يصطدم بهذا وهذا مشغول به؟ كم من شخص ينام وهو على صدره وأول شيء يفتش فيه عندما يستيقظ؟ كم من شخص يحتفظ به بأشياء لا ترضي الله؟ لا أريد أن أقول بعض من في المسجد الآن في هواتفهم آثار أعمال لا ترضي الله. نريد وصفة إنقاذ سريعة للتخلص من مثل هذه الأشياء. وعلى ذلك فقس، كنت لا أريد أن أطيل لكني أطلت فأعود إلى الاختصار. الخطوة الأولى في وسائل تخفيف أسر الشيطان لك،
الخطوات مستوحاة من قصة آدم في القرآن الكريم. الخطوة الأولى: لا تقترب من المعصية. أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، لا تختبر نفسك في الاقتراب من المعصية. لا تقترب استجابة لصديق سوء أو استكشاف أو بحث عن مجهول، لا تختبر نفسك. قال الله عز وجل لآدم، آدم أكمل الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، قال له ولزوجه: اسكنوا الجنة، كلا منها رغدا حيث شئتما، اسمع ولا تقرب هذه الشجرة. بس الاقتراب من المعصية يوقع فيها. ماذا فعل آدم؟ اقترب من الشجرة. إذن اجعل بينك وبين المعصية حواجز، لا تقترب، لا تقرب هذه الشجرة. الخطوة الثانية، وسأختصر جدا. إذن الخطوة الأولى في وصفة الإنقاذ: لا تقترب من المعصية، لا تستجب لصديقك، يقول لك شوف اسمع، طب خد، طب خد الربط ده، طب مش عارف ايه، طب تعال نروح، طب القعده دي، طب فلان، طب انت اسمع، احذر. الخطوه الثانيه في وصفه الانقاذ: استحضر نتائج المعصيه السيئه. قال الله عز وجل: لا تقرب هذه الشجره، واحد، فتكون من الظالمين. ظلم لنفسك ان تعصي ربك فتعرض نفسك للعقوبه وللغضب. نتاج المعصية كاملة في النص: لا تقرب فتكون من الظالمين. فقط لا، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الخطوة الأولى: لا تقترب. الخطوة الثانية: استحضر نتائج المعصية. النتيجة الأولى: ظلم لنفسك أن تعرض نفسك لغضب الله. النتيجة الثانية: طرد من النعمة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. تطرد نفسك من ولاية الرحمن وتضم نفسك إلى ولاية الشيطان، احذر. هاتان خطوتان: لا تقترب، واستحضر نتائج المعصية. الخطوة الثالثة في وصفة الإنقاذ: لا تصر. إذا وقعت في معصية لا تصر عليها. أنت تركب في سيرك إلى الله سيارة الطاعة. انتبه، أسأل الله أن يشرح صدري وصدرك لما أقول. أنت تركب في سيرك سيارة الطاعة، سيارة الطاعة في طريقك إلى الله اتعطلت، أي مطلوب؟ بتصلحها. ما عرفتش، بتتصل على واحد شاطر يساعدك في الإصلاح. ما بتستبدلش سيارة الطاعة بسيارة معصية وبترجع وتروح مشوار تاني معاكس، بتكمل مشوارك إلى الله بنفس سيارة الطاعة. طب سيارة المعصية شكلها جميل، أحدث موديل، حفت النار بالشهوات، اوعى تروح سيارة المعصية، حافظ على سيارة الطاعة. مهما تتعطل صلح، مهما تتعطل صلح، ولا تستبدلها بسيارة معصية. قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فحيشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله، ولم يصروا على ما فعلوا. مش مشكلة أن تقع في المعصية، مش مشكلة أن سيارة الطاعة تتعطل، اقف وصلحها. لكن في حد عاقل وهو مسافر مشوار بيتمنى سيارته تتعطل؟ مفيش. طب ولو اتعطلت بيحب يصلحها بسرعة ولا يتأخر؟ يصلحها بسرعة. ولا بيشوف سيارة تانية ماشية في طريق تاني وبيجي راكبها؟ مفيش حد عاقل بيعمل كده. العقل كل العقل أن تحافظ على سيارة الطاعة واتجاه الطاعة، وإذا وقعت في معصية لا تصر، أصلح سيارة الطاعة واستمر. إذن الخطوة الأولى: لا تقترب من المعصية. الخطوة الثانية: استحضر نتائج المعصية السيئة. الخطوة الثالثة: إذا وقعت في معصية لا تصر، وأصلح سيارة طاعتك واستمر في سيرك إلى الله عز وجل.
أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، الوصفة الرابعة، الخطوة الرابعة في وصفة الإنقاذ: لا تجاهر. وقعت في معصية؟ لا تجاهر. لا تكن موظفا في شركة إبليس. لا تكن موظف دعاية في شركة إبليس. المجاهر في شركة إبليس موظف. في ناس موظفين بعقد رسمي، وفي ناس موظفين متطوعين. أنت بتعمل معصية، هي بتعمل معصية، المتبرجة اللي ماشية في الشارع دي هي لا تدعو إلى التبرج بلسانها، لكن تدعو بحالها، بتشوفها واحدة بتعمل زيها، أصبحت موظفة في شركة إبليس. في ناس موظفين أقول يعني بهمة، لا يكتفي بالمعصية في ذاته، ولا يكتفي بالمجاهرة بالمعصية، بل يسوقها ويدعو إليها بلسانه: خد شوف، اعمل، سوي، احذر. كما أن للحسنات أنهار مستمرة بعد الموت، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فللمعصية أنهار مستمرة بعد الموت، من دعا للإثم كان عليه مثل أثام من تبعه. ليه تكون موظف عند الشيطان؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لا تجاهر المعصية يا أخي، استر نفسك، احذر. وكل هذا فيه تفاصيل نطويها. أعود فأقول: الخطوة الأولى، لا تقربا، لا تقترب من المعصية، استحضر نتائج المعصية السيئة. الخطوة الثالثة كانت إيه؟ ها؟ لا تصر، لا تصر. الخطوة الرابعة إيه؟ ها؟ لا تجاهر، ما تنساش، لا تجاهر. الخطوة الخامسة، إذا أسأت فأحسن، أدمن التوبة. إذا أدمنت الذنب، سترت نفسك، أدمن التوبة، أدمن الاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. ومن أحسن ما يمحو السيئات كثرة الصلاة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ، لما نقول لا تقترب هذا نهي، لما نقول لا تصر هذا نهي، لما نقول لا تجاهر هذا نهي، لما نقول أتبع السيئات الحسنة تمحها هذا عمل. يبقى الوصفة فيها أشياء تتركها وأشياء تفعلها. افعل ما يلي: الصلاة، حافظ على الصلاة في جماعة، الصلوات الخمس. أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، حافظ على الصلاة في جماعة. نم على وتر ونم على وضوء، وجرب، جرب حفظ الله لك، لا تترك هذه السنة ولا ليلة. نم على وضوء ونم على وتر. الأمر الثالث في الطاعة: أطع والديك لا سيما أمك. جرب، جرب تعامل أمك كما أمر الله عز وجل. أم جريج نادت عليه وهو يصلي: احتار، يا رب أكمل صلاتي لك ولا أقطع صلاتي وأرد على أمي؟ أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أيهما أحب إليك يا رب؟ وكان الأحب إلى الله أن يقطع الصلاة ويرد على أمه، فلم يفعل، فدعت عليه فاستجاب الله لها. أنت بتعمل إيه مع أمك؟ مشغول بلعبة إلكترونية على التليفون، مشغول باتصال تافه بمقطع تافه، أمه بترن عليه وهو بره ما بيردش، عامل التليفون طيران. أنت بتعامل أمك كده ليه؟ جريج انشغل بصلاته عن أمه، وكان فعله خطأ في باب الطاعة لتسلم من الشيطان. حافظ على الصلاة في جماعة، نم على وتر، نم على طهر، أطع والديك لا سيما أمك. الأمر الأخير اليوم، الأمر الأخير أخي الكريم،
لا تخرج من المسجد بنفس القلب الذي دخلت به. اوعى، لو خرجت من المسجد بنفس القلب اللي انت جيت به النهاردة ما استفدت شيئا. يعني ايه؟ في قصة آدم قال الله تعالى ولم نجد له عزما. انت وانت بتسمعني ربما في كلمة علقت معك، ربما قلت انا اتخفف من التليفون، ربما قلت انا هقطع علاقتي بصديق السوء ده، ربما قلت المقاطع دي انا ما عدتش، ربما في كلمة علقت معك لكن انت متردد، انفذ ولا ما نفذ؟ ما فيش عزم. ايه هو العزم؟ العزم الجزم بتنفيذ الفعل والغاء اسباب التردد. ثاني، ايه هو العزم؟ الجزم بتنفيذ الفعل والغاء اسباب التردد. ايه اللي مخليك متردد؟ في حد بيحسن لك المعصيه فبيخليك متردد. المعصيه تركها صعب عليك فالصعوبه دي بتخليك متردد. دول اخطر نقطتين في حياتك اتخلص منهم قبل ما تطلع من الجامع. ما تستصعبش ترك المعصية، لا تستصعب ترك المعصية ولا تستحسن المعصية. اللي انت عزمت عليه من الطاعة الآن اعزم عليه واعقد عليه قلبك. اللي انت عزمت عليه من الطاعة الآن في الصلاة، في الوتر، في طاعة الأم، اللي انت عزمت عليه من الطاعة الآن من التخلص من الملهيات والتفاوت، اللي انت عزمت عليه خليك محافظ عليه واخرج بقلبك مع هذه العزيمة ونفذ من هذه اللحظة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وقلوبنا ويفرض ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرحم أمواتنا ويشفي أمراضنا وأن يجنبنا الشيطان وأسباب سخطه. اللهم جنبنا الشيطان وأسباب سخطك. اللهم جنبنا الشيطان وأسباب سخطك. اللهم اجعل بلدنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وقوموا لصلاتكم وارحمكم.